مساء الخير. اكيد كل الناس جماهير النادي الاهلي بالذات اعتقد وجماهير المصريه زعلانه على مباراه امبارح، كلنا زعلانين اكيد، كلنا متضايقين اكيد. اخفاق او خساره بطوله مش خساره للنادي الاهلي معناها كبير امبارح. اهم حاجه فرقه كره القدم، اكيد كره القدم هي المنظر الكبير للنادي الاهلي، واكيد كلنا بندعم فريق كره القدم، لكن امبارح ما كناش في الميعاد، في ميعاد المكسب. لكن الاهم من ده ان احنا نقدر نعدي المرحله دي. المرحله دي مرحله مهمه، عندنا بطوله افريقيا هتبتدي كمان شهر وهتخلص على شهر 5، عندنا بطولات دوري وكاس. لازم سريعا ده النادي الاهلي يتعامل مع الموقف، لازم كل الادارات وكل مجلس الاداره والجماهير لازم يتعامل مع الموقف بالحقيقه، يعني نعرف ان احنا دي بطوله وخسر وخلصت، ولازم نبص على اللي جاي. هنبص على اللي جاي علشان هو ده النادي الاهلي، هو ده قيمه النادي الاهلي، هو ده معنى النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير ببطولاته، بلاعبينه، بمجالس ادارته، بنفخر بيهم في كل المجالات. اهم حاجه نبص للي جاي. الجماهير حقها تزعل وحقها تغضب وحقها تعمل كل حاجه، مش معترضين، لكن الاهم بالنسبه لنا ان احنا كلنا ندعم النادي الاهلي في المرحله الجايه. كلنا لازم ندي سبورت لفريق كره القدم بتاعنا، هو الواجهه الاساسيه والواجهه المشرفه لينا مع كل الفرق الرياضيه. اكيد الاخفاق او اكيد الخساره بتزعل كتير، لكن تاني بكرر وبقول مصلحه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي ان هم نبص للمرحله الجديده، ندعم فرقتنا، عندنا بطولات كتير، عندنا بطوله عربيه، عندنا كاس، عندنا دوري، عندنا بطوله افريقيا. في ست شهور عندنا اربع بطولات، الاهم اللي هنكسب اللي جاي. نتمنى التوفيق لكل الناس اللي بتدعم وبتحب النادي. الكلام والزعيق والاختلاط مع او الالفاظ والكلام ده مش هيجيب نتيجه. النتيجه اللي احنا نفكر عملي، احنا خسرنا ليه؟ وهنعمل ايه في المرحله اللي جايه؟ هو ده الاهم. لكن النادي الاهلي خسر بطوله، لكن في نفس الوقت هو في تونس كسب بطوله ثانيه، وهو ده الاهم. هي دي فرق النادي اللي بتعوض بعض. كسبنا بطوله مهمه لفريق مهم عندنا في النادي الاهلي وهو فريق التنس طاوله، كسب بطوله عربيه رجال وسيدات. ما شاء الله هم تقريبا هي دي البطوله اللي بيقول عليها البطوله الملاكي بتاعت الفريق التنس طاوله. البطوله اللي بيكسبها على طول، بطوله بيعدي مرحله كبيره، يعني لو عملنا حسبنا هي 30 بطوله تقريبا احنا واخدين 20 بطوله منها. يعني النادي الاهلي اسمه على البطوله العربيه من ساعه ما اتحطت على التنس طاوله. فلازم نكون النهارده هنتبسط ونفرح معاهم، لان مش الاخفاق اللي هيخلينا نبقى متضايقين، فعلا كلنا متضايقين داخليا، لكن لازم نرحب بيهم ونبارك لهم ونبارك للنادي الاهلي ونبارك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، لان فريق التنس طاوله شرف النادي الاهلي وقدر يكسب بطوله، بقول بطوله مهمه في بدايه المرحله او في بدايه السيزون، وهي كانت برضو موجوده في تونس. خليكم معايا ورحبوا معايا بنجوم فريق التنس طاوله والكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز التنس طاوله بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن خالد استاذ حاتم. الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. معلش كان لازم بس نتكلم، لان انت عارف كره القدم حاجه مهمه بالنسبه لنا كلنا. طبعا اكيد طبعا. بس الف الف مليون مبروك. معانا كابتن اشرف صبحي المدرب العام. رجال. مظبوط كده؟ مدرب مدرب لا 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 خالص، ربنا يكرمك. الله يكرمك. الف مليون مبروك. الله يبارك لحضرتك. كابتن عمر بدير احد النجوم اللي كانوا متواجدين في تونس وكسبنا المركز الاول بيه. كابتن عمر الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. هنبدا بقى معاك، هننسى الكوره وهنتكلم على الانجاز الحقيقي لفريق التنس طاوله. كابتن عمر قول لنا البطوله دي رايك فيها ايه بعد اسبوع قعدتوا هناك تعبتوا، ربنا كرمكم فيها في البطوله العربيه. هي البطوله بدات ان احنا رحنا يومين بدري، قدرنا ان احنا نتمرن في اليومين دول في صاله غير الصاله اللي احنا نلعب فيها، بعد كده رحنا الصاله اللي احنا نلعب فيها. خير. كنا بنستعد كويس حتى من القاهره هنا. وبعد كده البطوله بدات. بطوله يعني كبطوله عربيه البطوله بتبقى صعبه عشان الانديه بتجيب لعيبه محترفين طبعا، فالبطوله بتبقى قويه يعني ما بتبقاش على العرب بس، بتبقى اكتر من العرب كمان لان بيبقى فيه لعيبه محترفين. بس يعني الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نكسب البطوله. قدرت. كابتن اشرف، كابتن عمر قال ان البطوله بقت فعلا، وانا عارف البطوله العربيه بطوله جامده جدا، كل الانديه بتستعين بمحترفين، كل الانديه تقريبا المره دي معاها محترفين، مظبوط؟ تقريبا 90% من البطوله. 90%. النادي الاهلي السنه دي استعنا بلاعب صيني ولاعيبه صينيه، تقول ايه؟ والله هو في البدايه كان الموضوع مرفوض في الاول، بس انا يعني طلبت
عدت الطلب تاني ان انا نستعين بلعيب اجنبي حرصا ان احنا نكسب الاثنين الاولاد والبنات والحمد لله توفق لنا. وخدنا المدرب الصيني استغلينا وجود المدرب الصيني حلو قوي استغلينا دي استغلينا وجود المدرب الصيني عندنا الخبير بتاعنا ان هو يجيب لنا ولد وبنت من هناك والحمد لله نجح ان هو يجيبهم. وفي الاول احنا كنا متخوفين في اول بطولة بس الحمد لله في نهاية البطولة عمل انجاز رهيب. كابتن اشرف لما هو بيختار بيرجع ليك ويتكلموا مع بعض وتشوف مثلا شرايط او حاجه زي كده ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ عايزين نقول للناس المحترف بيجي ازاي النادي الاهلي. هو مع المدرب الصيني ما جاتش شرايط ما جاتش اي حاجه بس انا قعدت معاه اعداد طويله وافهمه انت عارف يعني ايه بطوله الانديه العربيه انت عارف النادي الاهلي ما فيش كلام غير في المركز الاول ما ينفعش نبقى اتنين وانت عارف المدرب اسمه زنج عارف يا زنج ان مستوى البطوله العربيه عامله ازاي والفرق العربيه بتجيب لعيبه اجانب شكلهم عاملين ازاي. يعني مثلا قبل كده فرقه من الكويت جابت واحد السادس على العالم كم السادس على العالم جابوا السادس على العالم يعني فلوس. مستوى تاني ده دفع فلوس مش طبيعي طبعا صح. السنه دي الفريق قطر جايب واحد برده من سبعه او من عشره اوائل العالم متصنف من عشره العالم بالظبط كده وجاي وطبعا في يعني هاله كبيره محطوطه حواليه طبعا انما احنا في الاول يعني كان ظاهر يعني غالبا ان فرق التوقيت علشان الولاد ولد والبنت يعوضوا موضوع ست سبع ساعات فرق التوقيت بين الصين وبين تونس ما كانوش في الاول كويسين وخفنا شويه منهم انما على نهايه البطوله بصراحه كسب بقى السبع العالم ده كسب سبع العالم. يعني محترف بتاعنا الصيني احنا جبناه كان اختيار موفق جدا. مجلس اداره دعم طبعا قدرت انت حاجه تدخله جوه الفرقه وقدرنا نكسب طبعا بيه. الحمد لله. لو جينا للماتش القطري بالذات لان هو ده اللي هو كان الماتش الفاينل وقلت هو ده اللعيب اللي كان متصنف الاحسن 10 في العالم عملنا ايه؟ الماتش كان لو اعتقد الماتش الوحيد اللي خسرت فيه شوط او جيم او ماتش يعني 3-1 الماتش بتاع البحرين احنا خسرنا لا احنا كسبنا 3-0 كسبنا 3-1 محمد البيلي كان لاعب المحترف الصيني تمام يعني كان المفروض انه يكسبه كان الماتش قريب هو المحترف الصيني اللي هو كان بتاع البحريني كان قريب من مستوى المحترف بتاعنا كويس فلعب معاه اول ماتش البيلي 1-1 وكان قريب بس هو زي ما تقول الخوف بتاع الصين المحترف الرهبه الصيت ولا الغلا ايوه عليك هو كان قريب جدا بس للاسف الحته ديت خلت برضه الرهبه راح الماتش هضبان منه في الشوط الثالث والشوط الرابع بقى 3-1 للولد بس الحمد لله اللاعب الصيني بتاعنا كان بدايه البطوله كان باين ان هو مش داخل في الفورم حتى قلقنا ما كنتش عشان نقول صحيح هو فعلا مش جامد زي الولد بتاع قطر هو الصراحه حلو بس انا اوريك صوره صراحه يعني انا شفتها بعد ما احنا خلصنا الماتش والله بلا استثناء كل اللي قاعدين على الدكه انا اول ما واحد انفعل وانا شفت صورته انا استغربت مش انا كابتن اشرف مش عارف صور ولا لا اللي على الدكه شكلهم وحماس وحتى المدرب الصيني حماس فظيع الولد يعني الحمد لله الفرقه بتاعتنا الحمد لله يعني ما بينه وبين بعض حب وبتاع الولد اندمج معانا هو الولد مقدم عمل ماتش عمره يعني انا ما اظنش ان هو هيعمل ماتش تاني وده كان من حظنا صراحه يعني. عمر طبعا عارف اسماء الفرقه كلها لكن اصحابك مين في الفرقه الخمسه اللي كانوا معاك او الاربعه اللي كانوا معاك هو كلنا يعني كلنا اصحاب يعني انا عارف اقرب الناس لا سيد لاشين عايز اقول اسم الفرقه اللي سافر كابتن سيد لاشين محمد البيلي خالد عصر والصين عمر بدير خلاص والصيني قول لي كابتن سيد لاشين كبير خبره خلينا نتكلم بصراحه شديده يعني طبعا بيواجهك ازاي؟ اكيد لعيب كبير بياخد منه خبرات معينه اتفضل هو يعني هو كابتن فريق بمعنى الكلمه يعني كابتن فريق بينصحنا بيقف جنبنا لو في اي حاجه مضايقانا اي حاجه هو عايز يقولها لنا بيوصلها لنا مش ما بيبقاش واخد جنب من يعني في فرق سن كبير جدا اعتقد ما بين كابتن سيد وهو انت لسه ناشئ يعني صح؟ يعني وانا بدات وهو كان ما شاء الله, يعني ما شاء الله. في الرجال يعني بينزل لسننا ويقعد يهزر معانا ونروح له الاوضه نقعد نضحك ونهزر ما عندكش مشكله لا ما بيبقاش عندنا مشكله خالص ما بيفش عليك لا خالص ازاي لا يعني كابتن اسال لا كابتن كده بيقفش على الناس كلها لا خالص يعني كابتن اشرف قول لي كابتن سيد لاشين خبره كبيره وجوده جوه فريق تنس طاوله حاجه مش هقول يعني حاجه مهمه جدا تقول ايه
هقول لك حاجه مش هتصدقها. اتفضل. ان سيد كان عايز يبطل من سنتين. يبطل؟ لا طبعا. واحنا اللي اصرينا ان لا طبعا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لازم طبعا لازم تبقى موجود معانا. قادر يدي؟ قادر يدي طبعا. لسه قادر يدي وفي كمان تاني يقدر يدي تاني ان شاء الله يعني. اه لكن هو اختاروه دي اعتقد على التوالي اختاروه عضو لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ده تاني سنه على التوالي. اه تاني. عايز اعرف اللجنه بتعمل ايه يا كابتن اشرف بالظبط يعني؟ بيحاول ينقل وجهات نظر اللعيبه للمسؤولين في الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي. لو في لعيب عنده مشكله بيحاول ينقلها لهم وبيحاول يصلح الحاجات ديت. فهو هي بصراحه اللجنه دي مستحدثه جديد. ها يعني الدوره اللي فاتت والدوره دي هو بقى سنتين اعتقد. فهو ده الدور اللي بيقوم بيه. وبرده هو على علاقه كويسه ان هو سيد احترف كتير بره. فعلى علاقه كويسه باللعيبه ابطال العالم وابطال اوروبا. حيل. صحابه كلهم فبيقدروا يعالجوا الحاجات ديت. بيعالجوا الحاجه فنيه يعني بان هم موجودين في الملعب فبيتكلموا فني واداري. لو لعيب عنده مشكله مع ناديه او لعيب عنده مشكله مع هم اللي بيحلوا بيحاولوا يساعدوه في الموضوع. كابتن اشرف كابتن سيد لعبتوا مع بعض ولا حضرتك المدرب بتاعه؟ صح. كابتن صبحي عميد لاعبي مصر. انا عارف عشان كده بقول له بس لازم اضحك معاك يا كابتن اشرف. اول ما سيد طلع يلعب من ناشئين للرجال حتى هو سافر معانا وهو ناشئين. يعني قعد معايا في الاوضه على طول. قعد معايا كان هو ناشئ وانا رجال قعد معايا. بس هو عشان انا مؤدب يعني وهو خلوق انا ما كنتش اعرف حتى كان في بدايته وهو عنده 13 سنه كانوا عاملين معسكر في المركز الاولمبي المنتخبات. تمام. وكانوا جايبينه من اسكندريه. كويس. فانا شفت الولد يعني ما شاء الله ايه يعني بيلعب حلو بس انا ما شفتوش قبل كده لان ما كناش بنحضر بطولات الناشئين. فبقول له ما شاء الله انت بتلعب كويس وبتاع. وبعدين طلبت من المدرب ان هو يجي يلعب معايا ماتش. فجي يلعب ماتش فخايف شويه. بقول له مالك يا ابني انت بتلعب كويس؟ ما تقلقش وبتاع عشان هو ايه كان بيسمع الاسم وبتاع. وخلاص كل واحد مشي في حاله هو رجع اسكندريه. فبعد كده ما شاء الله ربنا يبارك له يعني لقيته بدا يتقدم وبدا يخش المنتخب. واول طلع له في بطوله الرجال كان معانا انا فاكر البطوله دي كان بطوله لبنان على طول كان كاس العرب في لبنان. كويس. وقعد معايا في الاوضه كنا اول ما نقعد مع بعض وبعد كده خلاص بقينا بقى بيطلع على طول بقى كل موقف معاك شخصيا. قفشت عليه ولا هو ايه؟ قفشت عليه. قفشت عليه كابتن سيد. خلينا نعمله سيد. طب خلينا بقى ناخد راي كابتن سيد. كابتن سيد مساء الخير. كابتن خالد مساء العسل. انا مستني. خلي بالك انا عمال اطلع منهم قلت بس اديك اصحابك بيعملوا ايه صح كده؟ فاكر ان هو ايه ده انا ما اعرفش ان هو يسمع صح؟ انا سايبك انا قلقان والله انا سايبك انا سايبك ما انا عارف ما انا قلت الحق بدل اخليها في موضوع السايب بس كفايه عشان الحق. كابتن سيد الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الف الف مليون مبروك كابتن سيد. والف مبروك على الناس اللي يعني اللي بتشجعنا وواقفه معانا والاداره صراحه حاجه فرحتنا جدا. مكسب البطوله العربيه المتوالي ده كابتن سيد حاجه جميله. حاجه خبره حاجه كابتن فرقه وكمان في لجنه اللاعبين الدوليين في الاتحاد الدولي ده حاجه شرف لينا. تقول ايه؟ والله بقول كل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وفي حاجه لو ما كانتش حصلت كان ممكن تقدر تقول كل الكلام ده كان هيبقى مش موجود. بفضل ربنا سبحانه وتعالى انتقالي للنادي الاهلي سبورتنج للنادي الاهلي كان خطوه صعبه جدا يعني انها اصلا يعني عمر ما كنت جاب بالي بس لما حصلت اكتشفت ان انا اتنقلت نقلت حياتي كلها ويعني الدنيا اتغيرت خالص. والحمد لله رب العالمين. يمكن وانا بلعب مش في دماغي او مش في دماغي حاجات كتير او ممكن تكون بتدور في دماغنا الثانيه وهي بتلعب بس انا بقى بجتهد ان انا العب بس بجتهد ان انا احقق اللي عليا واحاول اكسب للنادي او للمنتخب لما كنت بلعب معاه. والحمد لله رب العالمين النتيجه ظهرت بعد كده ما بقتش يعني دخلت في حاجات ثانيه برضه موضوع لجنه اللعيبه بفضل الله سبحانه وتعالى وان اللعيبه الدخول الثاني بتاعها ده اللي هو لسه مختارينه ده مبني على اختيار اللجنه القديمه واللجنه الجديده مش انتخابات لاعبين انتخابات اعضاء اللجنه. هم شافوا الحمد لله بفضل الله يعني ربنا كرمني وعملت كنت سبب في عمل لجنه اللاعبين العرب ولجنه اللاعبين الافارقه ما شاء الله. تمام. والحمد لله رب العالمين يعني انا رئيس لجنه العرب وعضو في لجنه اللاعبين الافارقه لان انا يعني نزلت على رئاستها لتريولا شوجن ده حاجه 40 سنه وبطل افريقيا وحاجه جامده جدا من نيجيريا. فحب
حبيت ان هو يقول يعني هو تولى رئاسته لان هو برضو تاريخ وحاجه كده احتراما يعني لتاريخه. والحمد لله رب العالمين يعني ربنا كافئني بفضل الله في اللجنه الجديده دي. الحمد لله يعني حاجه عند الله يعني. شكرا يا رب. مش سايب حاجه لزمايله كل اللقب واخدها. شايف شايف بيقول ايه كابتن اشرف؟ هو كابتن اشرف ما بيحبنيش كابتن اشرف. بقول لك ايه كابتن سيد لما لقاني واحد كويس كده وعطف عليا ولعبني ماتش اساله القفشه بتاعته دي كانت ايه؟ كابتن سيد حاسس ان هو شايل منك شويه صح؟ شايل شويه شايل شويه كابتن اشرف صح؟ جيل بقى مع بعض جيل يعني انت عارف نفس الجيل وكده فشايل شويه في اخر ايامه كان بيضغط عليا في الماتشات قوي. هو بص انت لو عايز تخلي الصبح يتكلم عليا فكره بحاجتين الريموت والموز. الريموت والموز. بص اعتقد احنا قاعدين على الهواء يا سيد مش هينفع اتكلم في كل الكلام ده موز وشاي وريموت. ربنا يكرمك. كلمه اخيره على المكسب كابتن سيد لاشين. كلمه اخيره على المكسب البطوله العربيه. طب اقول لك بس على حته الموز دي بس عشان تبقوا فاهمين. انا في حياتي كلها ما شفت حد بيحب ياكل موز ده اشرف صبحي ما شاء الله. كفايه كده خلاص. خلينا بقى سيبك بالموز. خلينا دلوقتي في كلمه عن البطوله العربيه ومكسبكم. هي حاجه الحمد لله رب العالمين بفضل الله هي بتبقى بطوله صعبه ورخمه لان احنا حضرتك عارف موضوع المحترفين اكيد ودوله زي قطر او دول اللي هي دول الخليج بيصرفوا عليها بفزخ طبعا بيجيبوا حد يعني حد صعب وفي ساعات حاجات بتبقى يعني بتبقى حاطط ان انت تجيب فلان وما تعرفش عشان ظروف ماتشاته وحاجات كده فاحنا بفضل الله الحمد لله رب العالمين يعني بنحاول ونجتهد ان احنا ما نخسرش من حد من العرب يعني ده الامل في البطوله يعني انا الحمد لله يعني كان بطوله صعبه وتوقيتها صعب وكمان برضو مكانها بقى صعب صح. بعد ما الحمد لله رب العالمين الاهلي وصل فاينل في بطوله افريقيا دي حقيقه فالموضوع بقى صعب وكان في شويه كده مناوشات من هناك من ناس بس الحمد لله يعني عدلك معانا بسلام وقدر الله ما شاء فعل فريق كوره ان شاء الله ربنا يعوض يعني باذن الله. كابتن سيد لاشين شكرا جزيلا والف مليون مبروك. كابتن سيد خلاص سيبنا بقى من الهزار خلينا نتكلم في الجد. كان عندنا السد القطري والزمالك البحريني والبحرين البحريني الزمالك والبحرين البحريني والقطر القطري. بس لما تلعب مع كل الفرق دي بقى المستويات عاليه جدا. هو المجموعه بتاعتنا كان فيها السد القطري والصناعه العراقي والسودان فريق امل عباره سوداني والتضامن الكويتي وفريق من ليبيا اسمه صار او اساريا اساريا تمام. بدانا اول ماتش مع السد القطري. السد القطري هو نمره 2 مصنف الثاني في البطوله كويس وعلى راس المجموعه الثانيه. بمجرد ما احنا ربنا كرمنا الحمد لله قدرنا نكسبهم 3-0. محمد البيه اللي عندنا كسب اللعيب الصيني بتاعهم. خدنا المكان الثاني في البطوله هايل من اول ماتش. بعد كده ابتدينا بقى نخش في ماتشات الصناعه العراقي وكسبنا الحمد لله 3-0 يلي السودان امل عطبره. السودان كان واخد لعيب مصري احمد نديم يلعب محترف من نادي انبي من نادي انبي بس ما بيلعبش ضد الفرق المصريه. ده اشتراطات؟ ده اشتراط الاتحاد المصري. ده اشتراط الاتحاد المصري ولا العربي؟ لا الاتحاد المصري عشان تطلع لعيب محترف. لعيب محترف اعاره لنادي اجنبي ما بيلعبش ضد اي فرقه مصريه. اي فرقه مصريه بالظبط كده. أيه. وبعد كده هو احمد ما لعبش البطوله الماتش السودان ده ضد الاهلي طبعا. وبعد كده لعبنا مع تضامن الكويتي كسبناه الحمد لله 3-0. وبعد كده اساريا بتاع ليبيا وكسبناه الحمد لله 3-0. 3-0. كابتن عمر اكيد لما بتقابل الزمالك في بطولات اعتقد كنا في السيمي فاينل صح؟ احنا لا احنا كنا ممكن نلعب مع الزمالك في بدال البحريني في السيمي فاينل بس هم خسروا منهم خسروا البحرين فبالتالي هم بقوا يلعبوا على الخامس والسادس واحنا والبحرين جات لنا بقى نلعب على في السيمي فاينل. فرق واسماء كبيره الكابتن اشرف قالها قول لي الماتش الصعب اللي انت كنت حاسس ان احنا عندنا مشكله فيه. كان في خسرت الكابتن اشرف بيضحك عشان لا ماتش تضامن كنت بلعب الماتش فكنت خسران 2-0 بس انا كسبت 3-2. ازاي بقى قول لنا ازاي خسرت 2-0 وازاي بتراجع نفسك في ثلاث جيمات بعد كده؟ هو انا يعني الماتش نزلته الولد كان لعبه بالنسبه لي هو اشول وانا اشول فالماتش كان احسه مقلوب كده شويه مقلوب يعني بحس الماتش مقلوب شويه والولد السيرف بتاعه كان رخم عليا فانا يعني اول جيم كنا ماشيين قريب من بعض تاني جيم مفيش خالص بعد كده بقى توجيهات كابتن اشرف صبحي
وسيد برضو معانا وكابتن زن. فقدرت ان انا واحده واحده ابتدي ارجع للماتش واكسب 3-2. كابتن اشرف اكيد من خبرتك كبيره واكيد الوقت التدريب الكبير اكيد في ماتش بطوله العربيه فعلا كان عندنا فيه مشكله او حسيت ان احنا الماتش ممكن يهرب من ايدينا اي ماتش؟ هو الماتش بصراحه يعني الماتش الاخير الماتش الاخير بيبقى صعب يعني يمكن البحرين البحريني اي نعم كنا ممكن نوصل اتنين كل وفي الاخر يلعب سيد ولا الديري لان سيد في عندنا واحد بيلعب ماتش واحد بس بيلعب نمره 3 في واحد بيلعب ماتشين فوق بنقول فوق وتحت يعني عايزك تشرحهم للناس عشان اكيد انا عارف لكن عايزك تشرحهم للناس الماتشين وازاي القرعه بتحصل وازاي التالت ده اللي بيلعب الماتش الاخير اتفضل في الف في ج وهي واو كويس الاسمين الاولين الف في وهي واو دول بيلعبوا كل واحد ماتشين يبقى اربعه كويس والنمره 3 بيلعب ماتش واحد اللي هو ده يعتبر الفيصل لو كنا بس بس بيلعبوا في النص بقى يعني بيعمل كروس الاول بيلعب الثاني فوق كويس وبعد كده الثالث بيلعب ويروح عاكسين في الرابع والخامس كويس يعني اللي هو الماتش الفيصل ده يعتبر الثالث ماتش في وده بقى مش دايما بيبقى فاصل مش ده مش اكيد مش فاصل هو الثالث هو الثالث هو قصده فاصل بالنسبه لايه ان هو بيتقل كفه الفريق يعني لو كان 1-1 بقى 2-1 ايوه بالظبط انا فهمت لسه قدامك فرصتين انت فين هو ده بالظبط بيبقى 2-1 لينا او 2-1 ليهم كويس فالحمد لله يعني بينزل سيد او 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 او, أو البيلي بفضل الله احنا عندنا بقى هنا في فرقه النادي الاهلي بفضل ربنا حاجه حلوه في الحته دي بيبقى عندنا بالنسبه كبيره الثلاثه ما شاء الله متكاملين قريبين من مستوى كويس فممكن نغير القرعه واحد يلعب ثلاثه واحد يلعب فوق ماتشين دي بتبقى حلوه ليه نبقى اتقل من الفرق الثانيه سنه بس هو الضغط علينا ان احنا بنبقى ممكن ننزل خسرين لو واحد جامد زي فرقه قطر الاخيره دي بننزل خسرين ماتشين دي بتبقى عاتق على اللعيبه بيبقى متنشن شويه فممكن الماتش لا قدر الله يطير من الثلاثه نبقى خسرانين حصل في بعض البطولات قبل كده هي مش كتير بس برضو ايه لازم كده اي حد بيجي له كبوه بيروح فهي دي فالحمد لله البطوله ديت الحمد لله الفرقه بتاعتنا كانت ماسكه نفسها والفرق الماتش السيمي فاينال الصيني كان خسران 2-0 من الصيني بتاع البحرين والحمد لله قدر يكسب 3-2 الاشواط كانت بالعافيه بس الحمد لله وخلص الماتش 3-1 الماتش الاخير بقى ده 3-2 لا 3-1 البيلي خلاص مش هيلعب بقى تمام البيلي خسر منه كويس. وخلاص الصيني جاب ماتشين يبقى 3-1 تمام كان البيلي هيلعب 5 ماتش لو فيه والحمد لله احنا اتقل بس برضه بقى الماتش 60-40 بيبقى قاعدين برضه تحت ايه يعني اعصاب مشدوده الحمد لله الماتش بقى الاخير احنا ما كناش نتوقع خالص ان احنا هنكسب 3-1 حتى انا واحد زميلي بيرسلني على الواتساب قال لي هتكسبوا 3-1 قلت له انت بتنخي علينا قال لا يبقى 3-2 انت شايف ان الماتش كان لازم يخلص 3-2 الماتش صعب قوي السيرف احنا مخططين احنا مخططين ان الماتش يخلص 3-2 قول لي قبل الماتش بتلعب فرقه اكيد بتلعب بتكنيك معين عملنا ايه قبل الماتش هو انا معلش انا هرجعك ماتش ما عنديش مشكله خالص الفاينل قبل النهائي انا قعدت مع كابتن صبحي وقلت له انا خايف الماتش هايل كنت خايف الماتش دوت وقال لي لا هو حاول يطمني شويه انما قليلا من الخوف لا يضر لا يضر لازم اي ماتشات كده فتوكلنا على الله وعملنا الخطه وحطينا مين هيلعب فوق ومين هيلعب تحت والحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نكسب 3-1 ومكسب الصيني دوت كان حاجه جميله في السيمي فاينل جينا بقى في الماتش النهائي كان في عندهم لعيب اسمه عبد الوهاب كويس هنا بقى اللعب بتاع المدربين كويس مدرب يحطه فوق يلعب ماتشين او يحطه ثالث يلعب ماتش واحد يلعب ماتش واحد فاحنا بنخطط مين اللي هيلعب مع عبد الوهاب علشان يقدر يجيبه فاحنا الحمد لله كان عندنا ميزه ان سيد لعب فوق هيجيب عبد الوهاب البيلي لعب فوق هيجيب عبد الوهاب دي حاجه مهمه ان كل اللعيبه بتلعب تقدر تحركهم بس في نفس الوقت نفس النتيجه ايوه احنا بنقرا دي بقى ان انا عايز مين يكسب ده ومين يكسب ده وكده فاحنا الحمد لله قدرنا قعدنا مع المدرب الصيني وكابتن صبحي وخدنا اراء ننزل قرعه ازاي وبعد كده بعد ما رسينا ان احنا هنلعب ازاي مع انهي خطه بلغنا اللعيبه ان فلان هيلعب فوق عشان برده لازم كل لعيب ياهل نفسه بتقول له قبليها بيوم ولا بتقول له هو رايح الماتش؟ لا يوم الماتش يوم الماتش بالليل لا لا الصبح يعني تسيبه ينام يصحى يصحى ونفطر ونقعد شويه من المدربين يقعدوا مع بعض يتفقوا الخطه هتبقى عامله ازاي اول ما ناخد قرار ان خلاص هنمشي بالخطه دي بنقوم مبلغين لعيبه ليه علشان يأهد نفسه ويجهز نفسه
هيعمل ايه مع فلان، لانه احنا متوقعين بنقول ايه، احنا حاطينك هنا واحنا متوقعين ان هم هيحطوا فلان هنا، هنحطك في الخامس او في الثالث ماتش عشان متوقعين ان الثالث هيبقى فلان فلان تعمل معاه كذا. فهو ابتدي يجهز نفسه ويجهز تفكيره، هعمل ايه معاه، هلعب ازاي معاه، هلعبه على اليمين هلعبه على الشمال، هعمل ايه معاه وكده. فده اللي حصل في يوم الفاينل. وسيد لاشين صراحه يعني تكمله الكلام، سيد لاشين بقى في الحته ديت بيساعد المدرب ويساعد الجهاز بطريقه يعني مش عايز اقول لك ربنا يبارك له يعني. الوحيد اللي في الفرقه بيتكلمش يقول انا هنزل فين، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، هو جاهز على طول. هم كلهم منزلش خالص، كل لعيبه الاستولاء لا هو يمكن في هدوء، لا هم لا كلهم في هدوء نفسي، بس ممكن بعض اللعيبه يحس ان هو يعني ان انا لو لعبت مثلا مع عمر هكون افضل. فمثلا بيتكلم معاك يعني، يطلب مننا واحنا بيبقى بنفهمه ان وارد ان احنا ننفذ الكلام ده، ووارد ان احنا لا، كل احنا ممكن يبقى رؤيتنا مشاركه بالظبط. يعني موضوع مشاركه، عمر قول لي لو اتكلمت مع كابتن اشرف مره ايا كان، مش لازم اعرف بس اتكلمنا اكيد، وحصل مواقف ان انت ما لعبتش زي ماهي بنفسك ازاي ويساعدوك ازاي؟ لا هو حتى يعني لو انا اتكلمت انا في الاخر مقتنع بحاجه ان احنا يعني الفرق القرار مش بتاعي، ولا ان انا اقول الفرق بتاعت مدربين كويس والجهاز هم اللي يقرروا مين يلعب ومين ما يلعبش، هم بيبقوا شايفين اكتر مننا بره، وهم عارفين مين اللي يقدر يلعب دلوقتي ومين اللي برضو يقدر يلعب، بس مين فرصته هتبقى احسن اكتر من اللعيبه كلها. لكن في الفردي انا ببقى معتمد على نفسي لوحدك لوحدي، وهم معايا وهم لا بمزاجة. مش بمزاجي صح؟ لا هم بيبقوا معايا في الفردي. هم بيبقوا قول لي وجود لعيب صيني في البطوله العربيه، لعيب صيني واحد ولا ممكن يجيب اثنين او ثلاثه؟ لا هو محترف واحد، بيبقى محترف واحد واحد بس في البطوله. قول لي بتستفيد منه ايه مع وجوده جوه الفرقه؟ هو طبعا بيتقل الكفه في الفرقه بتاعتنا، ونستفيد ان احنا يعني احنا لما بنلعب معاه هو اكيد لعيب قوي، فاحنا بنستفيد من ان احنا نلعب معاه في التسخين في التمرين قبل ما البطوله تبتدي. كلنا كنا بنستفيد منه. بتضموه ازاي جوه الفرقه وانتوا بلغه مختلفه وحياه مختلفه؟ هو اللعيب الصيني ده كان التعامل الكلام معاه صعب جدا. فكنا بنتكلم مع كابتن زنجا وهو بيتكلم عربي. طب كابتن اشرف ايه بيتعامل معاه ازاي؟ بيتعامل برضه مع كابتن زنجا بيتكلم عربي. بيتكلم عربي هو كلهم بيتكلموا عربي يعني الموضوع عندنا عربي عربي بس. كابتن اشرف عندنا كان استاذ طارق قنديل هو رئيس البعثه، كان عندكم مشاكل اكيد واجهها خالص؟ نهائي ما كانش نهائي، الحمد لله الفرقه كانت ملتزمه تماما، اللعيبه ملتزمين تماما، والمدربين طبعا هم اللي مسيطرين على الحته ديت. وكابتن طارق كان موجود معانا الصبح وبعد الظهر، احنا عندنا في البطوله دي كنا بنلعب رجال ماتش سيدات الاول الصبح بدري، ويليه ماتش رجال، وبعدين راحه ساعتين ثلاثه، وبعدين ماتش سيدات تاني، يليه ماتش رجال تاني. ف يعني كابتن طارق كان بيقعد في الملعب ممكن فوق الست ساعات وسبع ساعات قاعد متواجد. اوقات بتبقى في ماتشات مش محتاجه يعني انا بقول له بيصعب عليا الكابتن من كتر اللي عديته في الملعب وتعبه، بقول له حضرتك خليك في الاوضه، مش النهارده ماتش خفيف مش محتاج انك تبقى موجود. قال لي لا مش ممكن، لازم ابقى موجود معاك، ما ينفعش ابقاش موجود، لازم هو رئيس البعثه لازم تعمل كل حاجه بنفسك. يعني مجهود يعني بصراحه لعبه تنس طاوله في بطولاتها متعبه شويه يعني ممكن الالعاب الثانيه يعني الطايره او السله واليد ماتش ساعه ونص بيخلص بعد ساعتين مثلا خلاص بيروحوا وخلاص مظبوط، انما بالنسبه للتنس طاوله بيبقى في ماتش الصبح وماتش بعد الظهر قاعدين في الملعب، بيبقى في رجال وفي سيدات وبعدين كان من ضمن المشاكل اللي عندنا في البطوله ان احنا بنقعد ثلاث ساعات طريق رايح جاي ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات في اليوم عشان احنا بنروح اربع مرات ساعه الا ربع كنا قاعدين في حته اسمها كومرت وبنلعب في المنزه فالطريق تزحمة. لو زحمه ساعه الا ربع لو فاضي 35 دقيقه ف كل الكلام ده طبعا مجهود على اللعيبه ومجهود على يعني على الجهاز كامل والبعثه كلها بالكامل. فانا كنت اوقات يعني من كتر ما بحس ان هو تعبان بقول له يعني خليك الماتش مش محتاج، ما يرضاش ابدا لازم معاك ابدا لازم معاك. كابتن اشرف وجود الكابتن الخطيب بعد ما كسبته حاجه اكيد، رئيس النادي ووجوده معاك وسبورت ليك اكيد دي حاجه كويسه. انا صراحه اتكلمت عليها قبل ما اخش الاستوديو. ايه بقى؟ مع الاستاذ عزه قلتي لا يعني حاجه يعني رئيس النادي وهو قدوه وكان عندهم تمرين فبعد ما اتمرنوا فناس اقترحوا عليه ان العربيه تجيبنا من البطوله وتروح الفندق عندهم هم ويرحب بينا. فالراجل كابتن خطيب قال مش ممكن هم كسبانين وتعبانين يروحوا الفندق، وراح لنا هو جه عندنا
جالكم الفندق؟ جالنا الفندق، دي صراحه كانت مفاجاه. صراحه كابتن كان تعبان كمان ويعني ما شاء الله جامل. ربنا يكرمه بصراحه. طبعا عشان يجي معانا، وكانت لفته يعني كنا كلنا مبسوطين جدا في البعثه كلها. كان في منتهى السعاده طبعا بوجود الكابتن خطيب معانا. لما جالنا الفندق صراحه يعني كان الوقت متاخر شويه وهو تعبان، فجه الفندق اتقلب بقى. الفندق اتقلب. هو باشا الكابتن بصراحه. لا صراحه كلمتين من عنده يعني سبورت كويس. قال لنا انتوا تكسبتوا لازم انا اللي اجي لكم دلوقتي عندكم ان شاء الله. يعني راجل متواضع، ولما يكون كبير الاسره بيعمل كده، ويعني بيخلي الاسره اجتماعيا محبه ما بينهم، ودي هي صراحه اللي وقفت بتوقف النادي على رجله. اكيد كابتن اشرف في الوقت جري بسرعه. انا يعني كابتن عمر انا كنت عايز اقعد تاني، لكن عندنا فريق لازم نرحب بيه، فريق السيدات برضو الكسبان. عامه في الاخر لقائنا النهارده بقول لحضرتك الف مليون مبروك. نتمنى الدوري ونتمنى بطولات الجمهوريه ونتمنى كل حاجه مراكز اول، ونتقابل تاني. كابتن عمر شرفتنا. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. ودلوقتي احنا باركنا لفريق الرجال في تنس طاوله، هنستقبل فريق البنات دلوقتي برضو الكسبان المركز الاول، لكن هيخلو تقرير عن فريق الطايره سيدات اللي كسبوا نادي الزمالك 3-2 عفوا في المباراه امس. كانت مباراه صعبه، كانت مباراه ليها كواليس هنشوفها هنتابعها في التقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. مباراه طبعا احنا صعبناها على نفسنا جدا، كتير من اللعيبه النهارده ما كانوش في حالتهم. اعتقد ان ده عقاب للفريق على الثقه والغرور، يعني اعتقد ان هم نازلين النهارده بثقه عاليه جدا، ان هم اتفوقوا عليهم قبل كده كتير. بس اعتقد ان الحمد لله المباراه دي جت في اول الموسم عشان تفوق اللعيبه وتقول لهم ان الكره الطايره ملهاش كبير، لازم ادي احترام لكل فريق وادي احترام لكل لاعب، وان انا اقف على العيوب بتاعتي والاخطاء اللي انا عملتها. فطبعا انا يعني الحمد لله يعني مش هقدر اقول سعيد بالفوز، لا سعيد ان المباراه كشفت لي وكشفت للعيبه الاخطاء بتاعتنا، وفي نفس الوقت جرس انذار للعيبه ان اللي ما بيحترمش الفريق اللي قصاده، وان اللي ما بيخلصش للفولي ده هتبقى النتيجه الطبيعيه. الفولي بيدي للي بيتعب واللي بيجتهد واللي بيدي للفولي. لا الزمالك ظهر بصوره كويسه طبعا، بس مش يعني برضه بعد التدعيمات ديت مش المفروض انه يطلع معايا 5 جيم. لا اعتقد ان هم احنا يعني اخطانا واخطاء بعض اللعبات وزورهم بصوره غريبه النهارده اديتهم الشوطين دول. يعني الموسم هيبقى صعب طبعا واحنا متوقعين، واحنا شغالين مع بعض الناشئات بس محتاجين خبره وبعض الوقت عشان يشتغلوا مع الفريق، واحنا شغالين معاهم وان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه هنديهم في المباريات اللي جايه عشان يزودوا الخبره ويقدروا يساعدوا الفريق باذن الله. احنا عندنا الحمد لله يعني كانت ايه كتفها رجعت، عندنا نرمين المنشاوي لسه عندها اسبوعين فان شاء الله ترجع برده والفريق يكتمل باذن الله. طبعا البطوله العربيه لها استعداد خاص، هيبقى في معسكر، بس احنا يعني معلين الحمل دلوقتي برده عشان البطوله العربيه، لازم يلعبوا تحت ضغط دلوقتي حمل عالي عشان في البطوله العربيه نفك الحمل ده ويقدروا يظهروا. يعني لسه شويه وفي معسكر برده هيساعدنا كتير في تجهيز البطوله العربيه. مساء الخير، رجعتوا لنا مره ثانيه بعد تقرير فريق الطايره سيدات اللي كسب نادي الزمالك 3-2. كانت مباراه صعبه، كانت مباراه النادي الاهلي خسران فيها يعني كسب اول شوط وخسر الشوط الثاني والثالث، لكن بنات النادي الاهلي كانوا في الميعاد وقدروا يكسبوا ويعدوا المرحله دي ويخشوا ثاني في المباراه ويكسبوا 3-2. دلوقتي معانا ابطال التنس طاوله سيدات اللي كسبوا برده البطوله العربيه، اسمهم محفور من ذهب. فريق الطايره فريق التنس طاوله سيدات كسبانه بطولات كتيره جدا، اعتقد البطوله 21 ليهم. خلينا نرحب بالكباتن ونقول لهم مبروك والف مبروك على هذه البطوله. كابتن طارق فوزي الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن خالد، ربنا يخليك. نورتنا وحاجه مشرفه جدا. ربنا يخليك. بطوله 21 دي فعلا؟ احنا صح؟ سيدات معدين الرجال، رجال 19 او 20. بالظبط. انتوا 21. بالظبط. الف مبروك كابتن طارق. الله يبارك فيك ربنا. ومعانا 2 نجمات كبار في اللعبه، كابتن مريم هشام الف مبروك. الله يبارك فيك. ما
مبسوطه انت كسبانه؟ اه الحمد لله. كانت بطوله مهمه. اه اكيد. كابتن يسرى اشرف صح؟ اه مظبوط كده؟ مظبوط. مبروك. الله يبارك في حضرتك. هبدا معاكي. اتفضل. قولي لي ازاي الماتش الفاينل بنلعب الزمالك بره مصر وماتش فاينل ونكسب 3-0؟ اولا الماتش ده بيبقى دايما احنا عاملين حساب ليه لان ده بيبقى 90% نهائي الدوري المصري برضو. فاحنا لعبنا الماتش ده كتير قوي سواء في مصر او ساعات بنلعبه ساعات بره مصر، بس انا مش فاكره اني لعبته نهائي بره مصر قبل كده. اول مره ليكي تلعبي بره مصر؟ لا لعبناه قبل في مصر. لا انا قصدي ان اول مره لعب اهلي انا لعب نادي الزمالك بره مصر نهائي. اه اوكي اتفضلي. نهائي فكان الماتش والبطوله يعني احنا ما رحناش السنه اللي فاتت فكانت مهمه بالنسبه لنا قوي السنه دي. الماتش كان دايما اللعيبه احنا حافظين لعب بعض، لعبنا كتير قوي مع بعض وفي منهم منتخب فبنلعب بعض حتى في المنتخب. فالماتش كان يعني كنا عاملين حساب ليه فكان حلو ان احنا نقدر نكسب، يعني كنا مركزين قوي في الماتش ده. كنت مركزين في الماتش ده؟ اه. كابتن طارق استعدادات بتكون مهمه للبطوله و تاريخ انت بتحافظ عليه كنادي اهلي ان انت كسبان كتير واستعانه بمحترفه صينيه مظبوط؟ مظبوط. تقول ايه؟ اقول ان احنا بطوله الانديه العربيه دي ليها معنى كبير قوي عندنا. يمكن احنا في الدوري او البطولات المحليه بنقابل منافس مصري تقليدي احنا عارفينه كويس وهو عارفنا. البطولات العربيه والافريقيه بتبقى مختلفه، العربيه تحديدا بعد ما فتحوا موضوع اللاعب المحترف واللعيبه المحترفه بقت بطوله قويه. فانت عايز تكسب المنافس التقليدي بتاعك جوه مصر وبقيه المنافسين الخارجيين اللي بره مصر. فبطوله طبعا بتبقى تقيله وبطوله مهمه، يمكن زي ما يسرى اشارت كده ان هي بالنسبه لنا ليها معنى كبير يعني. احنا بنستعد كويس جدا قبلها، كان عندنا تمرين طبعا فترتين يوميا وكان الاولاد موجودين وبيتمرنوا وجهزنا بشكل كويس لائق للبطوله يعني وربنا كرمنا الحمد لله. دخول المحترفه الصينيه مع البنات فرق معاهم؟ اكيد اكيد يعني احنا طول عمرنا بنلعب بدون محترفين جدا مؤخرا وكانوا قد المسؤوليه دايما وبنكسب، بس الموضوع بيبقى فيه صعوبه طبعا يعني. المحترفه اللي كانت موجوده كانت لعيبه قويه ودعمت طبعا الفريق بشكل واضح يعني مع دينا ويسرى واميره مريم طبعا. نخش بقى لمريم عشان نخش على الانجاز الكبير. مريم قولي لي فرقتك انت ويسرى ومين كمان؟ انا ويسرى ودينا ومروه توامي مرة واميره. كويس. مين اللي سافر البطوله دي فيكم انتوا الاربعه كلكم؟ انا ويسرى ودينا واميره. واميره. طيب قولي لي ماتشات صعبه في البطوله، الفرق كلها بتستعين بمحترفين، قولي لي شايفه الماتش الصعب فين؟ هو يمكن اصعب ماتش كان بالنسبه لنا ماتش الزمالك في الفاينل علشان هو فعلا زي ما يسرى قالت احنا بنلعب فيه في الدوري كمان في مصر فاللعيبه لحد ما عارفه لعب بعض. بس الحمد لله قدرنا في الفاينل ان ده نفرق فيه ونكسب فيه بفرق 3-0. لما يكون معاكي اخت توأم في الفرقه ازاي وانت لعبه فرديه؟ يعني لو كان لعبه جماعيه اقول لك ماشي، لكن لعبه فرديه ممكن تقابلوا بعض في ماتش الماتش، حصل الكلام ده؟ اه حصل كتير قوي. قولي لي ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى، يعني انا عايز افهم التكوين ده بصراحه، ازاي اختي تلعب قدامي وتوأمي وتخسر وتكسب؟ قولي لنا الانطباع شكله ازاي؟ هو طبعا احساس بالنسبه لي انا كمريم اصعب بكتير من ان انا مثلا بلعب حد حتى لو صديقتي قوي. لا بكره بيسرى مفيش مشكله. بس يمكن مروه اصعب ماتش لان انت في نفس الوقت بتبقى عايز تكسب قوي بس حاسس ان في توأمك هيخسر فبيبقى الى حد ما في نوع من التردد، بس يمكن ده عندي انا اكتر مش عند مروه. يعني هي يعني أشد. انت بتلعبي معاها بتلعبي سيرف بتلعبي حاجه شايفه ايه قدامك؟ يعني لو شايفه يسرى انا معاكي دي صح يعني تكون زميلتك في معاك، لكن شايفه توامك قدامك ازاي بتتعاملي مع موقف صعب؟ انا بالنسبه ماتش بوينت توامك صعب ايه؟ هو اتعودوا تقريبا على الموضوع ده بقالهم كتير قوي بيقولوا يعني انا عايز اقول ان ازاي انا بلعب سيرف وبقى ده ماتش بوينت وتكسبني انا هفرح ولا هزعل عشان اختي؟ طبعا المشاعر متضاربه كلها طبعا الموضوع غير. عايز اعرف بجد يعني عايز اعرف ان الموضوع بيكون شكله ازاي؟ هتفرحي ولا هتيجي لاختك تطبي عليها ولا هتعملي ايه؟ هو انا هفرح علشان هي بتبقى في الاكتر مترتبه على بطولات ثانيه فببقى عارفه ان انا هسافر، بس هي مروه اصلا هي بتكسب اكتر. هي بتكسب اكتر فيمكن الشعور ده هيبقى عندها هي اكتر ان هي كسبتني مثلا فهي بتبقى متضايقه بس في نفس الوقت هتبقى اكيد فرحانه لان هي رايحه بطوله ثانيه. رايحه بطوله ثانيه شعور صعب. دي حقيقه. انا بصي مش قادر اطلعه منك لكن هو شعور صعب. لكن خلينا نتكلم دايما على المحترفه الصينيه، تعاملتي معاها ازاي؟ يمكن احنا في الكلام عشان هم بالنسبه لهم
بيتكلموا صيني بس، فاحنا نبقى بنتعامل معاها على مشاوره. مشاوره يعني مثلا نيجي نسخن دلوقتي على التليفونات تكتبي انجليزي تطلع صيني، تكتب صيني تطلع كده صح. التعامل بيكون صعب شويه لما نيجي نتكلم، يعني هي ما تعرفش تقعد تتكلم معانا او احنا نتكلم معاها. بس لو في التمرين، علشان انت لو شاورت هتبقى عارف فاهم هي عايزه ايه وانا عايزه ايه، فده كان بالنسبه لنا عادي. بس في التعامل معاها ككلام وكده كان صعب. بس كمان عندك انت مشكله في توأم، يعني انت معاكي توأم لكن يسرا دي حاجه مختلفه خالص. انت اسره تنس طاوله، كابتن نهال مشرف، كابتن اشرف حلمي، كابتن دينا مشرف تبقى بنت خالي، بنت خالك، الدكتور علاء مشرف خالي، دكتوره فيه مشرف رحمه الله عليه، جدي. يعني جدك، يعني عيل التنس طاوله. اكلمك بصراحه وعايز منك كلام مظبوط، بتتعاملي ازاي في البيت؟ كلهم بيتكلموا في تنس طاوله، يعني تروح يمين تنس طاوله، تخش شمال تنس طاوله، تروح الكابتن اشرف تلاقيه بيتكلموا في تنس طاوله، ازاي؟ بتتعاملي ازاي؟ هي مريحه عامه في البيت ان انت اي يعني الكلام عامه كل الناس عارفه نفس الكلام وكلنا فاهمين في الموضوع، فمش اللي هو ما تحسش ان في حاجه غلط في الكلام. اخويا كمان بيلعب تنس طاوله، فالعيله كلها فعلا ولو مثلا لو خالي جه يزورنا في البيت بيبقى العيله بقى كلها خالص بتتكلم عن تنس طاوله، فالموضوع بالنسبه لنا عادي، يعني توبيك مفتوح زي يعني الناس كلها عارفاه، فالموضوع بيبقى سهل لما تيجي تتكلم فيه. وليه الامر يا كابتن طارق بيتعامل مع الحاله ان هو ممكن يكون مش عارف، لكن كلهم ابطال دوليين وعيله كامله، ازاي هي تقدر تتعامل في وسط العيله دي؟ ولو المدرب قال لها حاجه ففي اراء كتيره قدامها، ازاي بتعرف تتعامل في كده؟ هي بقى اتعودت، هي نشأت من صغرها بقى، وهي شايفه ان خالها بيجي وبيتكلم بينج وكان بطل ومامتها نفس الكلام وباباها وولاد خالها وجدها، فهي من الصغر وهي اتربت في وسط تنس طاوله. هكلمك بصراحه، بتلاقي مشكله انت في الحته دي شخصيه؟ لا والله بالعكس، كلهم نجوم عالم، كلهم ابطال. بالعكس ده الموضوع بيبقى اسهل، يعني وارد ان هي يبقى عندها حاجه في اللعب مضايقاها، حاجه مأثر عليها، لو جت اتكلمت هتبقى فاهمه اكتر من حد تاني. برضو العيله مش رياضيه او العيله مش بتاعت تنس طاوله تحديدا يعني. فالامور دي بتبقى اسهل، وخصوصا يعني هم فاهمين في اللعبه وكانوا ابطال زي ما حضرتك قلت، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير يعني. كابتن مريم قولي لي، كابتن الفريق كابتن دينا مشرف تعامل معاكوا ازاي؟ نجمه كبيره وبطله، وبتعامل معاكوا ازاي؟ لازم تقولي لي. هو احنا الى حد ما كلنا كاننا واحد، يعني لما نيجي مثلا سي هنحضر حاجه علشان الماتش، سواء نفسيه معنويه تيشيرتس مثلا، بيبقى مش حاطينها قوي ككابتن فريق قد ما احنا كلنا بنشوف اللي يريح كله ونحطه، يعني حاجه اللي تريحنا. كابتن الفريق انا قاطع بس الحته دي، بس هي بتتعامل معاهم كلهم اخوات يعني كلهم بيتناقشوا وياخدوا اراء بعض في النهايه عشان يطلعوا او حد يمسك كابتن الفريق بقى كابتن الفريق هو المتزعم لا هي معاهم يمكن الموضوع غير كده خالص، يعني هم مع بعض دايبين يعني خالص، يعني الكلام هنا وهنا وفي الاخر انا بتكلم على فرق، اكيد فرق سن بينكم، بين مريم ويسرى ومع دينا في فرق سن بينهم، في فالتعامل موجود ان هي بتكون انفولفد جوه الفريق طبعا. يسرى بتحسي ان هي بتتعامل معاكم بطريقه مختلفه وانت بره او جوه، بتحسي ازاي؟ انا بالنسبه لي هي برضو بنت خالي، فالموضوع ابسط لي، يعني انا من زمان حتى لما كنت بسافر معاها منتخب كان بالنسبه لي لما دخلت منتخب سيدات في الاول هي الوحيده اللي انا عارفه اتعامل معاها قوي، الباقيين كانوا فجاه فرق سن، من لما بتسافر تحت 18 سنه فجاه بتسافر سيدات بيبقى فيه بقى كل الاعمار فهي كان بالنسبه لي مريحاني ان هي في حد على يعني في حد موجود، في حد سندك صح؟ كده مش لسه طالع صغير حد سندك. خلينا كابتن دينا مش تبع التليفون. كابتن دينا مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك، الف مليون مبروك على البطوله العربيه. الله يبارك حضرتك، ميرسي جدا. قولي لي بتقولي ايه على البطوله العربيه ومكسبكم، وما شاء الله المكسب كان على حساب نادي الزمالك في الادوار النهائيه. الحمد لله، يعني طبعا بطوله الانديه العربيه بتبقى بطوله مهمه بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي، فدايما بنبقى عاملين لها حساب يعني ومرتبين لها وبنحاول نستعدلها على احسن شكل يعني. والحمد لله اكيد مبسوطه جدا ان احنا قدرنا ان احنا نكسبها السنه دي، لان احنا كمان السنه اللي فاتت ما شاركناش فيها، فكان نفسنا ان احنا السنه دي نكسبها ونأكد يعني ان احنا احسن الحمد لله. طب قولي لي كابتن دينا بتتعاملي ازاي مع الكباتن الصغيرين؟ ايه وجه التعامل؟ ازاي بنتعامل؟ ايوه بالظبط، اتفضلي. والله يعني اكيد احنا كلنا فرقه واحده بنتعامل مع بعض عادي، يعني احنا كمان الحمد لله على فكره الفرق ما بيننا مش كبير قوي، فبحس ان ده بيسهل شويه التعامل. انا جت فتره مثلا كنت بتعامل مع زمايلي كانوا اكبر مني بحبه حلوين، فيعني
وبعد ذلك برضه كنا فرقه واحده وما كناش بنحس بفرق السن ده، وكنا دايما يعني بنتعامل مع بعض عادي جدا، ما فيش فرق ما بين حد صغير وحد كبير. فهي دي اهم حاجه، ان احنا كلنا كنا بنتعامل مع بعض كاصحاب، ما فيش فرق في سن، ما فيش فرق في اي حاجه يعني. كابتن دينا بنبارك لك وبنقول لك الف مليون مبروك على المكسب، وان شاء الله منتظرين الاكتر باذن الله منك بخصوص في الاولمبيات اللي جايه وفي بطولات العالم اللي جايه. كابتن دينا شكرا جزيلا. ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي جدا. كابتن دلوقتي بطوله عربيه الحمد لله كسبناها وعندنا استعدادات للدوري والبطولات القادمه. احنا عندنا يمكن بطوله الشهر ده بطوله فردي، وعندنا ان شاء الله كاس مصر شهر 2 والدوري هيبقى شهر 4، يعني البطولات ورا بعضها. فاحنا طول الموسم شغالين يعني ما شاء الله ما بنرتاحش. يمكن احنا عندنا مسابقات كتيره. الدوري بقى عاملين لنا دورات تمهيديه، لعبنا واحده ولسه الثانيه، وبعدين بطوله الجمهوريه اخر الشهر ان شاء الله، وبعدين كاس مصر شهر 2. فانا قصدي ان احنا طول السنه هنبقى ما عندناش راحه يعني، او ما عندناش وقت نفصل فيه بجد. فدايما بنجهز ودايما بنستعد، وربنا يعمل الخير يا رب ان شاء الله، ونكمل الموسم على خير ان شاء الله. مريم في صوره مهمه هنقف في صوره، بس يا جماعه صوره يا صباح هنقف في صوره اللي فاتت، بس نرجع للصوره اللي فاتت يا صباح. كان في صوره مهمه، الصوره دي تقولي عليها ايه؟ كلية انا عايز حكايه الصوره ايه. هو بالنسبه لي كان موقف جديد. ها. علشان انا اول مره اشارك في الانديه العربيه ما شاء الله، وكمان زياره كابتن الخطيب كانت بالنسبه لي ثقه، ادتني ثقه في نفسي ان انا بعد كده احقق المكسب بايدي. يعني ان انا اشارك في الفاينل واكسبه. هو ليه كلام مؤثر جدا في الحياه مع اللاعبين بحكم ان هو كان لاعب زينا. اكيد. يسر تقولي ايه الصوره اللي بعديها؟ صوره بقى، عايزين نمشي صوره بس. الصوره دي بس ده يوم تسليم الجوائز. يوم تسليم الجوائز ده كل اللي خدوا ميداليات بقى اول او ثاني او ثالث من كل الانديه ولاده الفاينل يعني. ده كان يوم يوم نهائي دجال. احنا كنا خلصنا اليوم اللي قبليهم، تمام. فروحنا يوميا نشجع رجال وتسليم الجوائز في نفس الوقت. تشجعوا؟ تشجع ازاي؟ لا عايز تشجع جامد بقى، عايز كل مشجع جامده جدا. ورحنا ساعتها تسليم الجوائز وخدنا صوره جماعيه في الاخر. وخدتوا صوره جماعيه. كابتن طارق، قبل ما تسافروا او في اقاويل بتقول ان السيدات الاهلي ضامنين البطوله العربيه؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. زي ما بقول لحضرتك السنين اللي فاتت حكايه المحترفات دي مغيره الخريطه خالص يعني. فانت بتقابل موجهات وممكن تبقى فرق قويه وما تضمنش النتيجه ايه يعني. احنا يمكن ماتش الزمالك حتى اللي احنا كسبناه 3-0 ده في الطبيعي ممكن ما يمشيش كده يعني، ممكن يبقى 3-1 3-2 يعني. انا قصدي ان في نديه، الموضوع مش وان سايد جيم يعني. فرقه قويه ولاعيبه جامده، طبيعي ان يبقى في منافسه، ودي مش اول مره يعني. بقيه الفرق نفس الكلام، فالموضوع لا يعني مش محسوم من قبل ما نسافر ولا حاجه. مش محسوم؟ لا طبعا كلام. لا يعني كفتنا ارجح ممكن يبقى مقبول الكلام ده. انما انت مش هتكسب وانت هنا، انت لازم تروح ولازم تتعب ولازم تشتغل كويس مع نفسك ومع البنات بحيث ان انت تحقق النتيجه اللي انت عايزها. انما لو احنا من هنا كسبانين ما نسافرش بقى. ما نسافرش ونجيب الكاس ناخد الكاس وخلاص. بالظبط. مريم ايه رايك في الكاس ده؟ تعبت كتير لما جبت الكاس ده؟ اكيد. تقولي ايه الكاس ده نفسه وتقولي ايه الجمهور من الاهلي؟ طبعا احب اشكرهم على اي حد دعمنا وشجعنا، والكاس برضو ثقه قوي ان انا اتعب اكتر علشان اضمن ان انا فعلا كل بطوله اسافرها. مش ناوي خالص، مش ناوي تنزلي تاني اول بطوله وطلعنا مش هتسيبك. خلاص مظبوط. وعايز تقولي كده؟ يمكن عشان انا ومروه مستوانا قريب، فانا نفسي ان احنا في مره نقدر ان احنا نسافر احنا الاثنين بطوله الانديه العربيه. ونشارك فيها مع بعض ونحقق المكسب ده احنا الاثنين. يا رب اتمنى ده. يسرى تقول لنا ايه على المكسب وتقول لنا ايه الكاس ده اللي انت جبتيه والمرحله الجايه بتبص لها ازاي؟ طبعا مكسب حلو، لان احنا زي ما قلت حضرتك ان احنا الماتش ده بيبقى دايما احنا يعني عاملين له حساب من قبل ما نسافر، ان احنا 90% هنلاعبهم سواء نهائي او نص نهائي، يعني عاده الناديين هيوصلوا بنسبة كبيرة. فطبعا حلو ان احنا نكسب، وبالذات ان احنا زي ما قلت حضرتك السنة اللي فاتت ما رحناش، فهم لما راحوا خدوها. فالمرة دي بقى احنا موجودين، فعايزين احنا اللي ناخدها. فكانت كان مهم المكسب يعني.
سؤال واضح جدا. بتعملي ايه مع بابا لما تكسبي الزمالك؟ لا هو إيه؟ يعني هو لا هو عايز نكسب اكيد يعني. هو اكيد يعني هيبقى عايز نكسب. عايز تكسبي؟ طبعا. لكن مش بتقعدي تحكي معاه وتقولي له كسبت الزمالك او حاجه زي كده؟ هو بيجي معايا كل حاجه. هو بيجي معايا. انا عارف. هو بس هو بالنسبه له لا يعني بالنسبه له يسرى حاجه والزمالك يسرى حاجه والزمالك حاجه فل يعني أكيد. مش هيشوف انا هلعب مين، هو هيشوف انا هلعب مين كفلانه، مش هيشوفها كنادي. ما يشوفهاش كنادي خالص، ما بيتكلمش حكي في حد دي خالص. لا خالص عمره. مش لازم اقول لك بشجع الاهلي بقى عشان مصر هنعرف. لا معلش يا جماعه عندي تعب بس وعندي برد. كابتن طارق قول لي في المرحله اللي جايه واحنا داخلين على البطولات هنستعد ازاي؟ هنستعد كالمعتاد ان شاء الله. احنا تمريننا ما بيبطلش، بنبقى شغالين يوميا تقريبا يوم بس راحه في النص كده، انما طول الاسبوع شغالين ومهتمين ومركزين، والولاد بقى بيعملوا مجهود كبير طبعا لان عشان يوفقوا بين الدراسه وبين التمرين والمواعيد بقى، واللي ساكن بعيد واللي ساكن قريب، الموضوع بيبقى فيه مشاكل كتيره. بيبقى فيه تعب طبعا الحقيقه يعني، انما هو بصراحه ما يقصروش. وهم دايما يعني على مستوى الحدث وقد المسؤوليه، ودي حاجه الحمد لله يعني موجوده فيهم كلهم كفريق، ودي حاجه بسطانه على طول الحمد لله. قول لي وجود استاذ طارق قنديل معاكم جوه البطوله وهو قاعد في الملعب على طول تقريبا كابتن اشرف عبد الفتاح، قول لي حقيقة قاعد متواجد على طول 24 ساعة حقيقة. مهما كان الماتش ضعيف أو جامد كان الراجل يعني مرافق لينا بشكل ثابت صبح وليل، وما كانش بيتأخر، وكان بيتابعنا. طب الماتش الجاي مين؟ طب هم عندهم مين محترف؟ طب مين اللي جامد؟ مين اللي ضعيف؟ كان بيتكلم بصراحة معانا على طول وكان مهتم يعني. دي صور استقبالكم امبارح في مطار القاهرة. ايوه مظبوط مظبوط. فرقتين بقى كده رجال وسيدات. والاداري معاكم كابتن احمد حامد. احمد حامد مظبوط مظبوط. بيعمل حاجه كويسه للفرقه ولا لا كان كان شغال طبعا. لا كان خلاص تعب كتير. طبعا ده شفته مع فرقه الكوره لما كانوا مستقبلهم راح مع استاذ طارق عندي. هو بقى راح مع استاذ طارق بالظبط. هو ده النادي الاهلي اللي هو بيتعامل معانا في كل حته بالظبط. مظبوط. مريم عالم الاحتراف عالم مهم مظبوط. اعتقد دينا بره محترفه. دينا بتلعب بره صح، هي عايشه في مصر بس بتلعب الماتشات اللي بره. محترفه بره. بتبصي الاحتراف ده في المرحله اللي جايه؟ ناويه بس يمكن عشان موضوع التوأم فان احنا نسافر احنا الاثنين برضه. هتاخديها معاكي؟ لازم كل حاجه مع بعض. برضه هتكسبك بره ما ينفعش بقى سيبيها شويه. اتفضلي مش مشكله. لازم تبقى معايا. لازم تبقى معاكي. ناوية تخوضي التجربة دي؟ لو عرفت فعلا بالنسبة لي هتبقى فرصة حلوة. فرصة كويسة. يسرى نفس الكلام؟ نفس الكلام بس اخلص بس الجامعة الاول. لازم تخلصي الجامعة. اريح لي طبعا لان السفر في الجامعة بيبقى اوريدي فيه يعني سفريات تبع الاندية وسفريات تبع المنتخب. فكمان بقى يبقى سفريات احتراف يعني. دينا حتى لما بدأت الاحتراف كانت اتخرجت. كان اسهل لها طبعا لان هي برضو منتخب. تدرسي ايه؟ انا بدرس اكاونتنج. تمام. بتقدري توفقي مريم بين الدراسه وبين التدريب والقصص دي كلها؟ بتوفقي ازاي؟ بدي كل حاجه حقها يعني. التمرين لو هم مثلا ساعتين بحاول ان انا ادي تركيزي كله للتمرين، ولما اروح باجي على نفسي شويه علشان اقعد اذاكر لان اكيد اليوم اللي بعده هبدا يوم تاني في الجامعه، وبحاول على قدر الامكان ان الوقت كل حاجه بحقها. كل حاجه حقها. كابتن طارق كلمات اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي تقول لهم ايه بعد ما ساعدوكم بمحترف الصينيه؟ مش الصينيه بس يعني طبعا. شكرا جزيلا على المساعده البنت الصينيه، وشكرا جزيلا على اهتمامهم ومتابعتهم وحضورهم المباراه النهائيه. يمكن حضر الاستاذ خالد الدرندلي والاستاذ خالد مرتجي المباراه النهائيه، وطبعا كبير العيله كابتن محمود الخطيب لما جانا وبارك لنا، دي كانت لفته منه جميله جدا يعني. كل الحاجات دي بتسيب اثر عندي وعند البنات وعند اللعيبه كلهم. ان احنا فعلا في بيتنا وان احنا في مكاننا وان الاهتمام موجود بكل الالعاب وكل فرد موجود داخل النادي. فبشكرهم شكرا جزيلا، وبشكر طبعا الاستاذ طارق قنديل على تعبه، وبشكر حضرتك على الاستضافه الجميله ده حقكم وده احنا معاكم وتابعينكم على طول. ربنا يخليك. ربنا يكرمك شرفتنا ونورتنا. ربنا يرزقك. كابتن يسرى كلمه اخيره للاسره. اشكرهم طبعا كلهم لولاهم طبعا عليا من البدايه خالص. هم اللي حببوني يعني في اللعبه وكانوا ورايا من البدايه مع اني بدات سني يعتبر كبير بالنسبه للعبه.
طبعا اشكر جده الله يرحمه، هو اللي عليك. كان على طول معايا في التمرين واللي بيوصلني للتمرين وبيجيبني كان ويمرني تحت في البيت، عندي ترابيزه في البيت كمان. هايل. مريم تقولي كلمه اخيره للاسره الكريمه وتوأمك. اكيد احب اشكركم كلهم علشان هم معايا من الاول، ماما وبابا واخويا، طبعا اخويا كان بيلعب فهو كان برضو بيساعدنا كتير، وبرضو مروة علشان هي واقفة جنبي على طول رغم ان هي بتكسبني بس اكيد واقفة جنبي على طول. احب اشكرهم كلهم. انا بشكركم ببارك لكم، بقول لكم الف مبروك ان شاء الله في المرحلة الجاية باذن الله بطولات عالم في اولمبياد، وان شاء الله نستضيفكم دايما في قناة الاهلي. شكرا. شكرا كابتن طارق، شكرا لكل فريق سيدات النادي الاهلي تنس طاولة اللي شرفونا، هما والرجال اللي كسبوا بطوله في تونس بطوله عربيه، هما طول الوقت هي دي البطوله بتاعتهم الاساسيه والبطوله هما دايما بيكسبوها. بنشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله على امل اللقاء كل يوم من الساعه 7 ل 10 في الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.